راح أسوي لكم كيك بيتي بسيط واقتصادي، الكل يحبه ويا شاي، وأعطيكم كم نصيحة هيجي حتى تنجح عندكم كل وصفات الكيك بصورة عامة. من أطيب الكيكات وأسهلها، سويت لكم كم كيكة فاخرة، هاي نوعا ما بسيطة. عندنا هاي المكونات: كوبين طحين اني خالطه وياهم شويه هيل، شكر كوب اني خالطه ويا قشر لالنجي، ما كان عندي برتقال، بس متخلطون القشر ويا الشكر كلش طعم قوي. 3 بيضات، ربع كوب حليب، عليهم ربع كوب عصير، ربع كوب الكوب اللي هو الكبير يعني 65 مل، وثلاثة أرباع كوب زيت. وهذا القالب حاطة براشي هسه راح ادهنه، قياسه 20 سنتيم، رشة ملح والفانيلا والبيكنج باودر. أول شي دائما خلطوا الشكر ويا البيض، خلوه يصير فومي، كلش يعطي هشاشة إضافية للكيك. فأنا أعرف أكو ناس ما عندهم خلاط كهربائي، فأنتم تقدرون تستعملون هاي الخلاطة أو الويسك العادية، بس المهم شوية نسوي لونه يصير فاتح. هاي رشة الملح تساعد على إبراز النكهة، وبنفس الوقت تعطي يعني تساعد بتفاعل الكيك. فهسه هيونه نحط البيض ويا الشكر بالمطرقة مال اللبن. اوكي، بيض حرارة الغرفة، يلا. طبعا بالهاند ميكسر او الستاند ميكسر راح يصير فوم بعد اسرع، ولما تضيفون ايضا ملعقة خل ممكن تسرع العملية، لانه البيض يستقر اكثر، ولما يكون بحرارة الغرفة بس يصير لونه فاتح اضيف السوائل. شغلة كلش مهمة هي نسبة البيكنج باودر، كل كوب نحط له ملعقة صغيرة، يعني 5 غرامات كل كوب. يعني انا حاطة كوبين راح احط 2 بيكنج باودر. من تلتزمون بمقادير البيكنج باودر ما يخرب عندكم الكيك. نحط شوية فانيلا همينة، طبعا هاي الاشياء تصير فيها تكتلات، فضروري تنخل، ضروري اذا تكتل البيكنج باودر مكان واحد طلع الكيكة ابدا مو زينة. فلا تسوون سكيب لهاي الخطوة. هسه عندنا هذا اختلط المزيج، اوكي راح ننخل كل شي، بيكنج باودر والهيل والطحين. يلا هاي التكتلات مو نعوفها. لا 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 لا، بس لحظة بس لحظة، هاي لازم هيك نسوي لها كلها، نوقعها. هاي نسبة من البيكنج باودر. ايضا نوع الطحين كلش مهم، يكون عندي البروتين مالته قليل، اللي متوفر بالسوق مالتنا 10.5 طحين بيشلر، والفاخر 10.3 البروتين مالته. طبعا اكو بالخارج كيك فلاور بعد اقل البروتين مالته، يصير كلش هش. اهم شي ما تستعملون طحين خبز اللي هو 11% بروتين او اكثر. هذا دهناه زين، وزعنا كل الراشي. يلا زين، خلينا نخلطها اسوي، ما نخلط الكيك هواي ورا ما نحط الطحين حتى لا يشد الطحين. اكو شغله هم نسيتها، اضافه ملعقه نشا، بما ان احنا طشينا طحين نحط ملعقه كبيره نشا، همينا النشا بالكيك يعطيها شاشه. كافي، اعطيني اعطيني كافي. حطينا بيكنج باودر، اهم شي ماكو تكتلات. خلينا خلينا هيونا خلينا. بالنسبة للقوالب احسن شي الالمنيوم اللي هي احنا نسميه فافون. المطليات هذه حاولي تكون ثقيلة، يعني مو خفيفة حتى لا تحرق لي الكيك. قاعدة بكل كيك ما نملي أكثر من 1/3 القالب حتى لا تطفح الكيكة، ومدة الشوي تتناسب طرديا ويا ارتفاع الكيك، يعني نفس هذا الخليط إذا حطه بتبسي راح ياخذ نص المدة. ليش زعلتيني؟ ندخلها الفرن. هسا الشي اللي كلش يفرق بالكيك مالتكم الشوي، الشوي أنا بالفرن البيتي الغازي أشعل بس من جوا من تحت على حرارة أقل من 180 حتى، لأن الفرن عادة هذا حار، وبعدين اخر 3 دقائق افتح الفوق. لا تنسون توقتون المنبه حتى لا تنسون الكيكه.
شوفوا أنا مرات ما أفتح الكيكة أخاف بعدها ما مستوية حتى لا تهبط، فأضرب على الفرن أشوفها تتحرك أو لا. ما تتحرك يعني استوت، استوت من من تحت. بعد من فوق أنزل الصينية للأخير للأخير وأفتح شواية على أقل شيء، لأن شواية كلش تحرق الكيك بسرعة. 3 دقائق 4 دقائق بالزايد، شوفوا شلون أخذت تحميص كلش كافي. بعد ما أطلعها أغطيها بخشبة أو فوطة وأخليها 10 دقائق كاملة قبل ما أقلبها. هاي همينة كلش مهمة، مهما كان أنتوا داهنين القالب لا تقلبوها وهي حارة راح تتفلش. سوي هاي الحركة، أخذها شوية بس أشوفها زحزحت، خلاص إحنا بالسليم نقلبها. بس الكيكة بعدها دافية، همينة غلط تعفوها هيجي، الأحسن نغطيها حتى شوية تأخذ من الرطوبة ما تفقد هواية رطوبة. وهذا هو أطيب كيك أنا بالنسبة لي. طبعا نكهة قشر اللالنجي ويا اللالنجي اللي هو اليوسفي، قشر اليوسفي ويا الهيل فظيعة فظيعة. ولما تحطون القشر الحمضيات ويا السكر تطلع الزيوت مالته، تبقى ريحتها طيبة أسبوع، ولو هي ما راح تبقى أسبوع. شوفوها بقد ما هي طرية، هي متماسكة ما تفتت هواية، يعني مو مثل الكيك اللي سويتكم أنا بيضتين نوعا ما يفتت هذاك، برغم همينة يجنن. وهنا هيونا بعد ما تتحمل. لا تنسون تشتركون بالقناة، أي سؤال عندكم كتبوا لي بالتعليقات، وتابعوني على انستغرام.